غيري شوف طفلي وما اهتم فجأة بليلي صرت انده بيا عن كانت صغيري شوف طفلي وما اهتم فجأة بليلي صرت انده بيا عن ودغري بغمضة عين ركضوا فينا لسنين شو تحرك بالقلبين. السلام عليكم البنات, اهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم في فيديو جديد 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 معنا. وصل السلام حمزة. السلام عليكم حمزة, كيطوي معايا في الحوايج, كيطوي معايا انا اللي كنطوي معاه. واخيرا واخيرا جانا لارموار, جانا الماريو. جانا الماريو فاش نجمعو الحوايج. شفتو الحوايج كنا دايرينهم غير في لي صاك غير هنايا, ها هنايا في لي صاك كوبال ولا في الكارطونات وداكشي. وصراحة يالله جانا الماريو وطمونطا البارح ما مونطاش حمزة, كان عندنا شلة حوايج, مونطاه لينا واحد الولد تونسي الله يعطيه الصحة برافو عليه, خدا ليه شلة وقت شلة وقت شلة وقت شلة وقت. سي فغي 4 جو جو بونس بوغ لا مور. واه 4 اه لي فريمون ديفيسيل والله اه صعيب. ايوا الحمد لله سي فري والله. إيه صافي دارو دابا حمزه عطيته تلا بري كوميان دو دو كو تيغوا دا بري دو و دو وخلي ليا 3 دو 3 3 بور تو. هو خدا جوج وانا ياخديت ناخذ ان شاء الله ثلاثه يلاه يقدوني سي بيان فرانشمون اي بلي بيان والله الا كيعرف يطوي والله غاد تي بلي بيان ميو كو مو. Arrête. Ah non, Allah. C'est normal. Ah vas-y, je te donne mes avis aussi. C'est ça, ouais. Ah, toi, il y a tes houes, j'étais en moi. Wallah, c'est plus bien. C'est bien. Bah, tant mieux. Ah, je vais vous dire, les bnet. Yallah, d'abord, on est dans ce bâtiment, on est dans ce bâtiment. L'armoire, comme je t'ai dit, on est ان شاء الله غندير لكم جوله في هاد البيت, هاد البيت ديالنا حنا شدينا التحتاني بالنسبه للبنات اللي شافوا الدار. الدار اللي الدار زعما وريتكم الدار, كاين واحد البيت التحتاني هو اللي شديناه لانه هو اصغر بيت هنايا والدراري عطيناهم الكبير. البنات شومبر كبيره الفوق والولاد ان شاء الله شومبر كبيره الفوق حتى هما يعطيناها ليهم. المهم غنحاول ندير لكم جوله ان شاء الله في الدار اللي مكملها, راه باقي ما كملتهاش. هذا شريته من بيت, شريتو باغ انترنت ب 299 اورو وكان داير 500 اورو. 200 اورو ديال 200 اورو ديال اش 200 اورو اللي حيدو ليا, شريتو ب 300 اورو 299 وجابوه ليا عندهم المكازون مشينا جناه, جابوا لينا نيت هذاك الولد بالكاميون حسب لينا غير 10 اورو. صافي البنات راه عريض هنايا, كاين فين دير فين داروا دوك الحوايج الطوال. هو مهم حمزه الحمد لله معاوني كيطوي معايا في الحوايج. انا صراحه عندي حوايج بزاف, هو بدا الحوايج ديالو انا غادي ندير غادي نبدا نطوي هنايا ونحط. وهنايا كاين البنات فين نعلقو, خديت بالمرايه باش يجينا كبير. هنا غنعلقو هاد العلاقات خديتهم من خديتهم من اكسيون غير بانورو, ما كاملاش انورو خديتهم اكسيون صحاحي. خديت في الكحل والبنات خديت لهم في الابيض في الكحل اسود وصافي. خديت العبار صراحه, العبار جاني هو هذا, جاني هو هذا. ان شاء الله غندير لكم جوله في الدار في هذا البيت هذا بلي نكملو وصافي. هذا مكان ونكملو الطويان ديالنا. Ouais, j'ai fini. T'as fini quoi? Ça y est, j'ai fini. C'est encore le bordel, je pars vite fait, je crois que t'allais finir. En plus, tu fermes. C'est que t'as fini. Non, j'ai montré. Bah ouais. J'ai juste montré au rythme. T'as rien fait. Ah ouais, vraiment, Allah, t'as été bien. Bravo. Bravo de quoi? Je te donne mes avis aussi. Non, non. Anna, j'ai pas bien. Beaucoup, je suis enceinte. Oh, regarde, en plus, tu peux te mettre assise et t'es devant l'armoire. Ah. Ça
plus c'est toi qui dois payer tes habits, je sais pas. والله j'ai beaucoup d'habits, عندي بزاف الحوايج وصراحه بدات رميت رميت رميت. المهم ان شاء الله غنبدا بدات انا نطوي ونحط نبدا نطوي ونحط ايوا. المهم بدا الطويان بديت انايا بهاد البيجامات تاع الصيف، يعني هاد البيجامات هادو ما يتلبسوش دابا، واخا بغيت نلبسوش دابا درتهم تمايا، ولكن غادي نبدلهم ان شاء الله، نديرهم في شي بلاصه الفوق ولا نحيدهم كاع لانني ما غاش نلبسهم. هذه حتى هي هذه خديتها من المغرب، بقى نعقل ب 1400 باللي مشيت للمغرب في الصيف، وهذوك جات خديتهم من فرنسا 10 اورو اخرى شي 7 اورو. مهم الثمن صراحه بالنسبه لهاد البيجامات وداك الشيء نفس التمنات. حمزه سلاح حوايج ديالو، سمطه وحده لو مرجوج، كاسكيطه وحده، تيشيرتات، كلشي نضاه، وانا شوف هاد الجوطيه اللي باقا فيها، هادشي كله ديالي. النهار بغيت نلبس شي حاجه ما تلقى والو، ما نخش ليكم هادي هاصك ها جفنا ها هادي ها واحد الصاك ها هوايا، هادو كلهم حوايجي. هانتي ها بانيو ها بانيو، هادشي اختي كلشي باقا ما هادشي كلشي ما طويتوش. ميدي 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 ها بانيو، ها كرتونه ها كرتونه، هادشي دابا فين غنلصقو ما نعرف، وحاشا هاد المريو كاع يقد، وبلي نبغي نخرج ما كنلقى ما نلبس. ها صافي ثاني يا ربي، كلشي خصو يتطوخ، خصو يدافع. هاد ثلاثة ثلاثة ايطاجات ايطاجات لي خلي ليا حمزة، هانت كرتون ساك ساك جفنة بانيو. لا اله الا الله محمد رسول الله، هاد الدنيا شتي كاع هاد الشراوات هاد الخزعبلات هادو، وزي حاجة متحمر الوجه شحال هادي شي حاجة تحرج محمر الوجه، بلي كنبغي نخرج مكنلقى مكنلقى ملبس. شكون اللي كتبقى عليا يعني؟ ضلي تشري في الشراوط و بغيتي تخرجي ما تلقاي ما تلبسي. والله العظيم الا عرفتو شحال رميت قبل ما نتحول. البنات راني بزاف كيقول لي ما كتلوحيش، وانا ري كنت شوفي شحال كنلوح، وكاين شي حاجه كنرسلها للمغرب راه كنلوح لوح لوح لوح، ولكن هاد الشراوط هادو واش تبعهم البلا ولا ما نعرف والديهم تيتزادوا يتزادوا. ايوا البنات نكمل على خدمتي على الطويان ونشوف. شوف حمزه اللي بيجي يطول معايا معايا بحال التريكوات وداكشي ساهل. ها انت دابا هادشي علاش لاقا، هادشي دابا علاش لاقا هاد الشراوط هادو. بنادم مدير عا ثلاثة تلبسات وصافي، ولا كل عا الواحد دار لبس موحد يخرج في الزرق ولا في البيض ولا المهم لون واحد وينوض. الله الواحد كيبقى يتشاهى يتشاهى ويشري. ها انت كاين شي حاجة معمري كاع ما لبستها بحال هاد لافاست هادي، أنا راه معمري كاع ما درتها عرفتي علاش، وكلها صغار كاع. هادي هادي ديال الجين هادو عمرني ما لبستهم. هادي هادي حتى هي هادشي كل عمري ما لبستو يا ربي. حمزة راه شغلو عندو داكشي اللي كيخرج به هنايا فقط، وانا اجي تشوفي غادي نرول الدنيا. هادي هي صغيره، هادي هادي محاش بقيت ندخل فيها، هادي غادي نرسلها للبلاد ان شاء الله مبقاش تقدني. المهم وهانتوما معايا في هاد صراحه جا ما يطوي لي هاد الجوطيه هادي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هذوك القمايص وهذوك وهادو اللي كندير بهم سكتشات انا والزوج ديالي، كيستغربوا انت باقي كتلبسي هذوك التكاشات وهذوك القمصان اللي عفى عنهم الزمن وطوا زعما زعما عفى عليهم الزمان قدامه. البنات هذوك بالنسبه لهاد القفتان اللي وريتكم في الاورنج راه اصاحبتي راه كيعقلوا على عام رقدوا وطفاو الضو وفاقوا وطفاو الضو، هذه راه حاجه طبيعيه. هادو خديتهم من المارشي وبيس غير غير لي سكاتش باش نديرو لكم لي سكاتش وصافي، يعني مالينا ضربني الخلا نلبس زعما انا هاد القفتان هذا.
ما سميتو هادي بصح هادي خيطها في البلاد ديالنا، هاد الكسوة هادي، ولكن ما جاتش زوينة يعني، ما عجبتنيش. خليتها حتى هي كندير بها السكات. اما هذا اللي كتشوفوا فيه راه مشري غير بربعة اورو، ولا مع جوج الاورو من الجوطيه. ايوا مهم، الحوايج اللي كنديروا بهم السكيتشات وداكشي راني علقتهم في الفوق في هذيك الجهه، بس زعما نهار مثلا يكون شي سكيتش ولا شي حاجه كنحاولوا ما امكن ان شاء الله نديروا لكم سكيتشات وهذه في القناه ديال الحمزه. كيكونوا عندنا هاد الملابس اللي هي يا اسورتي مع السكيتش، يعني ما غاش تقدر دير الشخصيه ديال شخصيه بلديه وتلبسي ليها الجين ولا تلبسي ليها شي كسوه، خاص اللباس يكون متفق مع الشخص، مع الشخصيه يعني مواتي مع الشخصيه. هذا هو الاستفسار اللي سولوني بزاف، كيسولوني على التكاشات وداكشي اللي كنلبسهم في السكيتشات، كيسحابوني البنات كنلبسهم في الدار ولا الخرجات. لا صاحبتي لا، وصراحه نيت راه ما عنديش انايا مع القفاتين وداكشي، ما عنديش تكشيطه نهائيا، والله ما عنديش اصلا شي تكشيطه في الدار باش نكون واضحه معاكم. وما كتعجبنيش شي حاجه غاليه ولا شي حاجه تكون سامبل وصافي. قال لك انا جالسه معروضه كل ويكاند. ايوا البنات هذه هي لارموار اللي تقادت، مهم تطوات يعني طويان. وكاينين هذوك المنظمات، ولكن باقي غنجيب منظمات اخرين مختصين الملابس الداخليه والتقاشر وداكشي، كيتباعوا صراحه في مواقع ديال شينوا رخيص بزاف، غير هما كيحتاجوا الوقت باش يجيو، كيديروا واحد 4 اورو ولا شي حاجه. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، غادي نشاركهم معكم باللي يجيو. المهم هذه هي هذا هو الماريو ديالي، باقي خاصه واحد المسحه للجاج ديالو، باقي صراحه ما مسحتوش، راكم عارفين صراحه كندير بشويه بشويه يعني، ما مصعبهاش على راسي. وحمزه تيقول لي بلا ما وهنايا راه فين درت الجواكت ديالي وسميتو، هذوك اللي تنخرج بهم مخلياهم في سميتو، مخلياهم حدا الباب هنايا. هادو الاغلبيه حوايجي، وغير هادو ديال حمزه، وهو الجواكت ديالو اللي كيخرج بهم دايرينو مع هاد الباب. وهنايا لتحت درت اللي كنبدل المخاد واللي التبديله ديال المخاد وديال الناموسيه وداكشي. وهنايا لي زاكسيسوار ديالي البنات، شوفوا درتهم في هاد البلاصه هادي، فهادي شريتها من علي اكسبريس بجوج الاورو. المهم تقلتها بزاف، راه كانوا عندي داك تقلتها بزاف، فهمتي بلاصه كندير فيهم لي زاكسيسوار هكا اللي كنديرهم مره مره وصافي. صافي حتى هي علقتها هنايا مع الحوايج صافي. هذا مكان، هذا مكان بالنسبه لهاد الارموار هذه اللي شريتها ببيبان كي كوليسونت باش ما تاخذش ليا بلاصه، لان كما قلت لكم البيت عندي ما كبيرش بزاف. ايوا حمزه هو اللي كيوجد الطبيله ديالو بالاقتراح ديالو ديال العشاء ديالو. مهم دابا راه البنات ما كاينينش معانا صراحه، راهم راه فاكونس السيمانه الاولى، مشاو عند الاب ديالهم. ايوا حمزه اقترح يدير واحد العشاء رومانسي اللي هي شي حاجه ساهله وبسيطه، قلنا ليه مرحبا يا هلا وسهلا. ايوا صافي هاد العشاء رومانسي قبل ما يجي البيبي يولي وا 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 في الليل. صغيري شوف طفلي وما اهتم، فجأة بليلي صرت انده بيا عم، كانت صغيري شوف طفلي وما اهتم، فجأة بليلي صرت انده بيا عم، ودغري بغمضة عين ركضوا فينا لسنين، شو تحرك بالقلبين حتى البنات. من بعد الطويان وتمارة وبعد داكشي اللي دوزناه هاد النهار، حمزة هو اللي بريبارا العشاء، عارض عليا في الدار الراكلات، إن غاكلات صراحة، إن غاكلات في هاد البرد كدوز مخيرة مخيرة.
انا عزيز عليا الغاكلات على الفوندو، هو عزيز عليا الفوندو رقم واحد هاد الغاكلات، ولكن انا كنفضل الغاكلات. هادشي كله راه شريته من لوكلير مارك ازلا ديليس حلال، وخديت هاد الفرماج هذا اللي هو يا ماركه زوينه وكانوا دايرين فيه بروموسيون حتى النوال وداكشي. المهم حمزه بريبارا لي هاد الراكلات هادي. الحاجه الوحيده اللي نسيناها هي كتبغي شويه الحرور، والحرور ما كاينش مي ماشي مشكل. ايوا الواحد مره يعني يخلق واحد الجو هكا مع الزوج ديالو ومع فهمتي، يعني يبدل شويه الروتين. ماشي ممكن يدوز النهار ديالو كله تمارا وداكشي، ولكن ما يكملهاش حتى بالعشيه ثاني تمارا وفاتيكي وهذه وهذا. خصوصا في الحمل، راكم عارفين المراه كتولي اصلا ما تيقاش روحها، ما حملت حتى شي حاجه، يعني كتولي هي كتحس براسها مختلفه. ومن الاحسن يكون الراجل متفاهم، يعني الا دازو شي رجاله عندي هنايا في الفيديو تكونوا متفاهمين، لان الحاله ديال المراه الحامل خصوصا في الشهور الاخرى كيتبدلوا ليها الهرمونات وكيولي طالع ليها الدم. ايه طالع ليها الدم، باغا عام عام تشانق سي فغي. كتحسي براسك بحال ناقصك شي حاجه، بحال راكي ماشي كامله، يعني كتحسي الكور ديالك تبدل كومبليتمون سي فغي. كتولي تبارك الله الكرش كبيره بزاف الحوايج، كتولي ثقيله في الحركه. مهم خاص يكون واحد الزوج متفاهم، يحس بالتغيرات الجسمانيه ديالك والهرمونيه ديالك، ويوقف معاك، يعني يوقف معاك. ماشي ضروري يدير لك عشاء ولا يحط لك شي حاجه ولا شنو، غير كلمه زوينه. ولا ما قالش كلمه زوينه، غير الا بغى يقول شي كلمه خايبه غاسد فمك، يعني اللي في المراه كافيها، خصوصا المراه الحامل. ايوا مهم، هذا هو الفطور، هذا هو العشاء الرومانسي ديالنا. انا اللي ما درت فيه والو، حمزه اللي قاد الطبيله قاد كلشي وصافي. وهذا مكان والله يذوب محبه جميع الناس ان شاء الله، وجميع الناس اللي شاهدوا هذا الفيديو يا ربي الله يذوب محبتكم مع الازواج ديالكم. ايوا مهم البنات، توكلنا على الله هذا الراكلات هذا. ولكن صراحه انا دابا راه كنهضر لكم من بعد ما كلتها مع الحمل وداكشي، شويه صعيب الفرماج بنتي بالليل، يعني البطاطا والفرماج وداكشي حتى شي كتخلط ببطاطا مسلوقه وفرميجات وشويه هذاك الشيء داير بحال الكاشير. مهم سميتو كيتفوند داكشي وكتحطي فوق البطاطا، يا سلام على مذاق، يا سلام. الناس اللي غيدخلوا يقولوا لي يا اختي كولي بلا يمنيه، يا اختي وعلاش تاكلوا بالعسريه، يا ناري مالكم كاع العائله كلها كتاكل بالعسريه. شرحتها 70,000 مره، وتا البنات تبارك الله عليهم معاونيني في الكومونتيرات كيجاوبوا الناس اللي كيتهموا بلا ما يفهموا انك كتاكلي بالعسريه. على صاحبتي واخا نكونوا دايرين الباكت مع ابليس، ما يمكنش كنا غناكلوا بالعسريه. لا راه كناكلوا بلا يمنيه، غير هاد الكاميرا الاماميه ديال التليفون كتبين بنادم بحال كياكل بالعسريه، يعني كتبين كل شيء العكس. هذا مكان صراحه مهم، بدينا يعني بدات كتسخن الغاكلات. ايوا نتوكلوا على الله. ما شهيتكم البنات، قربتكم معايا شويه ما شهيتكم. مهم قولوا لي في الكومنتيرات شكون اللي عزيز عليه الراكلات، عزيز عليه الفورماج. انا صراحه هاد الراكلات عمرني ما قبل حمزه عمرني ما كلتها، ما نكذبوش على الله، يعني ما عمرني ما كلتها. هو عدو مع هذا الشيء باللي جا قال لي نديرو راكله، قلت له ود عمي يلاه بسم الله. قلت لي انا اصلا عمري ما كلتها، يعني ما عمري ما درتها لراسي، ولا باللي جيت لفرنسا كنت ندير راكلات، ما نكذبوش على الله. صافي كي دارها ليا وداك الشيء عجباتني صراحه، بطيطه كتلوحي عليها هذاك الفورماج مدايب وهذوك القطع، وصراحه المذاق ما نعاودش لكم، داكشي غزال زوين بنين بنين بنين، ما شهيتكم بنين. المهم وصلنا للمساء البنات، اول حاجه غنجمع هاد الشعر هذا المساء، يعني اخر الليل حيد هاد الحلقات.
وغادي نوريكم باش كن باش كنحيد المكياج ديالي. كما قلت لكم البنات انا راه كندير الكحل تاع ايفغوشي هذاك اللي ضد الماء على حسب ما قلت هي يا ضد الماء بون وهذا حتى هو من ايفغوشي هذا كي ديماكي لي زيو بالنسبه بحال هذا الكحل هذا اللي كي ريزيست يعني للماء صراحة كيدي ما كي مزيان وطبيعي على حسب ما قلت هي طبيعي هذا شريت واحد وعطوني واحد فابور وحتى الكحل شريت واحد وواحد فابور شريت واحد اسود واخترت واحد في الخضر فابور اللي هو اللي دايره اليوم خلطينه بالزيت ولا ما نعرف جنني بحال مزيت ايوا هنا البنات وصلنا للمرحله ديال غسل الوجه كنغسل بهاد سميتو هاد الجل تاع الوجه تاع ليدالسيوم اللي هو يا كاتبين فيه توليبو يعني نورمال ولا ميكست ولا ناشف او جاف انا عندي البشره جافه صراحه ولكن لاق ليا مزيان هاد الجيل هذا تاع الوجه صراحه لاق ليا مزيان والثمن ديالو في المتناول راكم عارفين البرودويه ديال سيون ديال ليدل الثمن ديالها مناسب كما العاده دائما انا البنات كنغسل وجهي بالماء البارد دائما دائما الماء السخون ما مزيانش للتجاعيد ما مزيانش للتجاعيد الرقيقه يعني كيظهرهم كي ما مزيانش للوجه في اي سن من الاحسن الواحد يتعود يغسل وجهه بالماء البارد ماشي كاع الفاتر ولكن البارد واخا يكون البرد صاحبتي تحملي ماشي مشكل صافي وكندوز دابا للترطيب الحاجه اللي كنديرها راه مره كندير هاد الزيت هذا انا غادي نشرح لكم زيت ارغان ومره كندير زي هذاك الكريم تاع الليل تاع السيون الزرق مهم البنات غادي ناخذ الدوش ديالي ومن بعد الدوش غادي نمسي الوجه ديالي بهذا زيت ارغان هذا زيت ارغان ديال التجميل ماشي تاع الماكله راه كاين فرق بين ديال الماكله وديال التجميل هذا ديال التجميل خديته من المغرب باللي ان شاء الله من بعد الدوش ان شاء الله غادي نبقى نجبد في وجهي بهذا واحد 4 حتى 5 دقائق حتى يشرب وجهي هذا الزيت وصافي مره كندير هذا مره كندير الكريم ديال الليل فوالا البنات يلا خليت لكم الراحه ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد الي بوسه مني ليكم كبيره وكنبغيكم راكم عزاز عزاز بزاف حبابنا زيها الي السلام عليكم.